كل عام وانتم بخير يا احلى متابعين. ربي يجعل هالايام الفضيله وهالشهر المبارك اللي رح يهل علينا بعد ايام قليله خير وبركه ورزق وفير، واكيد هالشهر رح يدخل السكينه على قلوبنا وهو شهر صدقات. خلينا نعمل خير وبإذن رب العالمين موفقين. حبيت أزف خبر تشاركوني فرحتي. 7 سنين مرت بغمضة عين. سبحان الله، الست بعد 45 السنة بتسجلها وبتريد ما تنتهي لحتى ما تكبر وتحس بالكبر. بس وقت بيدخل ابنها الجامعة، وخصوصا وقت بيدخل فرع مميز، بتريد هالسنوات تعدي بغمضة عين، برمشة عين. ولو كبرت 7 سنين بتفرح. واليوم اتخرج ابني وبكيت وبكيت لأنه ما قدرت أحضر الفرحة الكبيرة اللي ما بعدها فرحة. انتظرتها كتير وخططت لها كتير، أعمل أحلى ضيافة وأفرقها للدكاترة ولكل الطلاب ولكل الدفعة، بس ما جددت الإقامة. المهم حاولت أشغل حالي وخطرتولي، دخلت المطبخ، طلعت لايف، علمت، عملت كتير أشياء وقلت لربما تكون صدقة وتكفير. خلينا نقول الحمد لله. بس حبيت أشارككم فرحتي فقط لا غير، فرحة لا توصف. وبتمنى تمر كمان 7 سنين تانية بغمضة عين وبرمشة عين لحتى أشوف البورد بعيوني ويكون أشهر طبيب عقبال الكل. ابني اليوم تخرج، 7 سنوات دراسة وجهد وتعب وتفوق، الحمد لله تفوق وكان رجل. بالمختصر خلينا نقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يمكن يكون خير بحقي. الظروف طارئة وقاهرة، لسه ما تجددت الإقامة. المهم الحمد لله، كنت عم بحلم بهاليوم كتير وشفته من خلال فيديوهات اليوم. الحمد لله على الصحة والعافية. حبيت بطلتي أعطي قوة لكل أم بأي شغلة بتحل فينا وبتعطينا تعب جسدي ومعنوي. خلينا يكون إيماننا كبير ونقول الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله.